نروح بقى والملف طبعا مفتوح خلال الحلقة. نروح للرجاء المغربي، والرجاء فيه تفاصيل كتير جدا جدا نحب نسمعها، لاني معايا على التليفون سيد سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيك ومساء الفل. اهلا وسهلا اخي ابراهيم، ومرحبا بك في كازابلانكا. اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. خلينا الاول نطمن بس على اخواتنا في المغرب بشكل عام، اخبار التفاصيل اللي ليها علاقه بالاصابات بفيروس كورونا، بتكلم على البلد كلها بشكل عام. يا رب دايما يا رب في افضل صحه وافضل حال. الحمد لله، فالبلد ديالنا بلد امن، بلد في ازدهار، بلد في نمو، يا رب دايما تحت القياده الفعليه لصاحب الجلاله محمد السادس. يا رب دايما. أسأل حضرتك بقى، ما هو موقف الرسمي للرجاء المغربي من تأجيل مباريات دوري أبطال أفريقيا؟ فعلا فهذا الكلام، فموقف فريق الرجاء الرياضي هو واضح وضوح. أولا أنت كيفاش تعرف فريق الرجاء الرياضي هو فريق مرجعي في المغرب، فريق له أناس محترمين، فريق يحترم المؤسسات، وهذه بدون لغة خشب الأخ إبراهيم. فقرار لجنه الطوارئ والكونفدراليه بالنسبه للمدير للكونفدراليه الافريقيه كان مبني على المعطيات التي عرفهم الجميع. هذا الساعي الاول. الشق الثاني فكانت تصويت على ما اعلم من اصل 8 فرق، تنضم 7 أو 6 أو 7 فرق في الاغلبيه الساحقه، صوتت لتاجيل البطوله الى اكتوبر، اي شهر من بعد. وفريق الرجاء الرياضي بطبيعة الحال اللي يحترم الديمقراطية بالتاسع الكونفدراسيون في إعادة برمجة البطولة إلى شهر أكتوبر واحترام المؤسسات، وهذا الشيء يا أخي كرة القدم المسائل تمشي بسرعة فائقة. حقيقة شهر سبتمبر ما هيش دقيقة حقيقة شهر أكتوبر، والخير فيما اختاره الله. أنا متأكد منه، أن المقابلة لغجمة فريق القرن في المغرب، رجاء الرياضي البيضاوي المغربي وفريق المرجعي فريق الزمالك، ستكون مقابله حارقه ومقابله مهمه، ومقابله غتكون سواء في كازابلانكا او في وسط العرب غيستمتع بها الجمهور العربي والافريقي والمصري والمغربي. صحيح. انا اكد من هذا، سواء في شهر سبتمبر او شهر اكتوبر. صحيح. طيب خليني اسالك، ما هو انطباعك عن الخبر اليوم المتعلق برحيل باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك في هذا التوقيت قبل المباراه الهامه التي تجمع ما بين الزمالك والرجاء المغربي؟ فانا عاوتاني نقول لك بدون لغه خشب، فانا قلت لك في المقدمه ديالي فعالم كره القدم يمشي بسرعه فائقه. صحيح. حقيقه شهر ما تكونش حقيقه اليوم، ما تكونش حقيقه يوم 13 او 18 اكتوبر الى اخره. فهذا كيبقى قرار داخلي ديال فريق الزمالك، وفريق الرجاء الرياضي ما عنده اي تعليق رسمي على هذا القرار اللي خداه باتريس كارتيرون او خداه الزمالك. فاللي غادي نتمنى الحظ السعيد للجميع، وتنظن ان فريق الزمالك ما توقفش على كارتيرون، وكارتيرون ما توقفش على الزمالك. فكارتيرون كان في الرجاء هذه مده سنه، الان في الزمالك، الان عنده مطار اخر. وفريق الزمالك فريق قديم ومرجعي، دازوا فيه مدربين كبار ولاعبين كبار، ويبقى دائما فريق كبير. طيب خليني اسال حضرتك بقى في جزئيه لها علاقه ببدر بنون. عديد من المواقع المغربيه، وبالامس كان معي على التليفون صحفي بموقع البطوله المغربي السيد انور شفير، وتحدث معي عن بدر بنون، واكد ما تؤكده المواقع المغربيه عن ان بدر بنون وقع لصالح النادي الاهلي المصري وسينضم الى الفريق مع الموسم المقبل. فاحب اعرف من حضرتك صحه الامر من عدمه، وانت المتحدث الرسمي باسم نادي الرجاء المغربي. فأنا كمتحدث رسمي فأنا أقول لك بكل وضوح، هل هناك صورة لبدر بنون ملتقطة مع فريق الأهلي؟ هل هناك بلاغ رسمي لفريق الرجاء الرياضي يعلن فيه أن بدر بنون التحق بفريق الأهلي؟ الأجوبة لا، فما كاينش. بدر بنون لم يأخذ صورة بقميص الأهلي، بدر بنون مع فريق موقع رسمي لم يعلن على اي شيء. بدر بنون الان، وهذا ميساج كما تنقولوا بالفرنسيه، الجميع الجمهور الرجاوي، فريق الرجاء الرياضي
مركز تركيز مهم على الادوار الاخيره من البطوله الاوروبيه. فاحنا تصلنا 7 مقابلات على النهائي. أيوة. الان فريق الرجاء الرياضي متصدر للدوري المغربي. فريق الرجاء الرياضي في المربع الذهبي سواء في البطوله الافريقيه او كاس العرب. صحيح. فتر بانون فريق الرجاء الرياضي جميع مكونات فريق الرجاء الرياضي مركزه على هذه 3 اهداف، وفي اخر سنه ان شاء الله يكون لحديث المقال. طيب ده شيء عظيم، يبقى برضه حضرتك بتتكلم على مدى التركيز اللي موجود في نادي الرجاء، ولكن السؤال اللي بيطرح نفسه، هل هناك مفاوضات بالفعل تمت بين الاهلي المصري وبين الرجاء من اجل بدر بنون؟ خلينا نسال السؤال بشكل تاني مختلف، ممكن فعلا ما يكونش اللعيب له صوره، ولكن من الممكن ان تكون هناك مفاوضات رسميه. فاستاذ انا في بصفتي متحدث باسم فريق الرجاء الرياضي، وما بغيتش نكون ثقيل على الاذان ديال الاخوان في مصر وانتم الصحافه. فانا في موقعي كسعيد وهبي متحدث باسم فريق الرجاء الرياضي، ما يمكن ان نتحدث عليه هو المسائل الرسميه. ففريق الرجاء الرياضي له خلايا تتكلف بجميع المسائل، سواء الخلايا المكلفه بريكروتمنت، سواء الخلايا المكلفه بالتسويق او الاعلاميات، فكل خليه تتعدم في المجال ديالها، ومن تيكون من الجهاز تيعطيو الميساج الناطق الرسمي باش يعطي الراي، باش يعطي للجمهور ويعلن على الجمهور النتائج ديال الخلايا. اذا كما تنقول لك صدقني بكل صدق أيوة. سواء بدر بنون او احنا كنا فريق الرجاء الرياضي، فهدفنا الوحيد الان هو احراز البطوله المغربيه، ولما لا ان شاء الله نفوز بالكؤوس الثانيه، وبهذه المثال غيكون فريق الرجاء الرياضي كما تنقولوا الفرنسي ديال الجراند سلام. صحيح. هل بامكاني ان احصل على تصريح رسمي من حضرتك فيما يتعلق بحميد احداد في ظل اخبار ايضا تخرج من المغرب عن ان الرجاء في هذه اللحظه يدرس عده امور قانونيه في مشاركه اللاعب من عدمه في مباراه الزمالك؟ هل من الممكن ان احصل على تصريح رسمي بهذا الشان، ام ان لديك بعض التحفظات في هذا الامر؟ تفضل يا فندم. استاذ ليس لي تصريح رسمي، لان اي قرار مش رسمي، ليس لي اي حاجه أنا تنخبيها سواء على الجمهور المصري أو الجمهور المغربي. ماذا أريد أن أقوله؟ فعلاقة فريق الرجاء الرياضي بفريق الزمالك، وعكس ما تتوقعه وسائل الإعلام سواء في العالم العربي، فهي علاقة وطيدة تاريخيا وحاليا. علاقة فريق الرجاء الرياضي لم تبتدئ ولم تنتهي عند قضية حميد حداد. حميد حداد هو لاعب فريق الزمالك. حميد حداد هو لاعب فريق معار لفريق الرجاء الرياضي حتى نهايه الموسم. وتظن ان فريق الرجاء الرياضي العلاقه اللي عنده الوطيده مع الزمالك ومع الفرق المصريه والجزائريه والتونسيه، اي في المغرب العربي وفي شمال افريقيا، هي علاقه وطيده، وممكن الا هذه العلاقه تكون منبر باش ان شاء الله نلقاو حل لجميع المشاكل اذا كانت هناك مشاكل. عظيم. طيب اخر حاجه بقى، كيف يتعامل الرجاء مع بعض كيف يتعامل الرجاء فيما يتعلق باخبار عن حكام مباراته مع الزمالك؟ يعني انتشر خبر عن ان تسيما سيكون هو حكم هذا اللقاء، كيف ترى من وجهه نظرك هذه الاخبار او تعيين هذا الحكم تحديدا؟ أنا بكل صدق ليس في علمي، بيتعلمني الآن ليس بعلمي. ففريق الرجاء الرياضي أنا بكل مسؤولية، احنا عندنا الثقة الكاملة في الكونفدرالية الإفريقية. أيوة. فتنظن أن الكونفدرالية الإفريقية عندها حكام ممتازين ومرموقين أفارقة. فريق الرجاء الرياضي لحد الساعة ما عندنا حتى شي قرار رسمي على تعيين الحكم. سيد سعيد دوابي، أنا بشكرك يا فندم شكرا جزيلا، وبشكرك على سعة صدرك، وبشكر حضرتك كمان على ما حصلنا عليه من إجابات في ضوء المنصب الرسمي اللي حضرتك بتتكلم فيه. بشكرك يا فندم شكرا جزيلا.